هاي جايز، مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بقناة اليوتيوب تعلم انجليزية مع حياة. هاي جايز، ويلكم باك. ذا كيوي. اوكي يلا خلصين، ويلكم باك تو ماي شانل انجلش ويز حياة. فقلنا بابا شو اوكي السلام عليكم، مساء الخير جميعا. اليوم في عنا 17 كلمة انجليزي نحن بنستخدمهم بالعربي، 17 كلمة انجليزي بنستخدمهم بالعربي. فنحن اليوم نقارن كيف بنلفظ نحن بالعربي وما هو اللفظ الصحيح بالإنجليزي مع حياة. So today we will look at 17 English words and we will look at the pronunciation in Arabic and compare it to the pronunciation in English. فخلونا نبلش. Let's begin. فهلا نحن معنا الكلمة الأولى مثل ما يكون شايفين هون، نحن بسوريا بنقول عليها هاي سرنج. سرنج كيف اللفظ الصحيح يا هيا؟ سرنج سرنج، قولوا معي سرنج سرنج. ملاحظين هون عنا التشديد على الر، سرنج سرنج. اوكي بنشوف الكلمة اللي بعدها. هذا هو بنقول عليه موتور، هي كلمة إنجليزية بس بنستخدمها بالعربي. موتور، واللفظ الصحيح بالإنجليزي هو موتر موتر، قولوا معي موتر موتر. مثل ما انتم ملاحظين بالامريكي بيلفظوها موتر موتر اي موتر، بس بالبريطاني ما بنلفظ الراء فبصير موتر. اوكي خلينا نروح على الكلمه اللي بعدها. هذا هو بالعربي نحن هي بنستخدم الكلمه بنقول عليها شيك. هذا هو الشيك اللي بتاخده مشان تقبض فيه مصاري او تاخذ فيه تروح على البنك مشان تقبض فيه مصاري. شو هو اللفظ الصحيح يا هيا؟ تشيك تشيك. بنقولها ثلاث مرات تشيك تشيك، هي بنلفظها كاني كلمه تشيك. اوكي بنروح على الكلمه اللي بعدها. يا سلام، هذا نحن بنقول عليه هذا الشيف عمر، يعني نحن بنستخدم كلمه شيف بس اللفظ الصحيح ما هو شيف، شو هي يا هيا؟ شاف. بنقولها ثلاث مرات شاف شاف عمر شاف. اوكي على فكره هيا عملت فيديو خاص على شو اسمه، على شو، على الكوسه المحشي، على الكوسه المحشي، وراح نتعلم بالاسبوع الجاي كيف نعمل الكوسه المحشي بالانجليزي، وراح تكون معنا ضيفه انجليزيه انسي ليزلي، وهيا علمتها كيف تعمل الكوسه محشي بالعربي وليزلي تقولها بالإنجليزي، فرح تكون الحلقة كتير كتير مميزة. طيب إذا نعيدها مرة تانية. شيف 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 جوردن رامزي. أوكي طيب هلا في معنا هدول كلمات بدون صور، نحن منقول بالعربي شايفين هالكلمة هون، هاي منقول بنك مثلا، بنك سوريا بنك دمشق. بالإنجليزي كيف لفظها يا هيا؟ بنك بنك بانك. اوكي خليني بس انزل هاي الصوره شوي لتحت. اوكي هاي الكلمه هون كيكه، نقول عليها بالعربي او كيك. اي اي شوف اللفظ الصحيح كيك كيك كيك. وهذا هو سمك السردين، سردين. شو اللفظ الصحيح يا هيا بالانجليزي؟ سادين سادين. كمان مره اخيره مشان تثبت سادين. اوكي نجي على الكلمه اللي بعدها. طبعا هاي الكلمات كلها كلمات انجليزيه او ممكن يكون يعني فرنسيه او اصلا لاتيني، بس كل هالكلمات اللي عم نحكي عنها هي يعني موجوده باللغه الانجليزيه ونلفظها بالعربي كمان نفسها. هاي الكلمه نحن بنلفظها شوكولا بس اللفظ الصحيح الانجليزي chocolate chocolate chocolate. اوكي بنجي على الكلمه اللي بعدها، بطاريه. اللفظ الصحيح باتري باتري. طيب نجي على الكلمة اللي بعدها، تليفون. اللفظ الصحيح يا هيا تليفون تليفون تليفون. أوكي بنجي على الكلمة اللي بعدها، نحن أول ما بنرفع السماعة يعني أول ما بنرفع إذا اتصل حدا تليفون أول ما بنرفع السماعة بنقول بالعربي ألو ألو، بس هي أصلا Hello. Hello. Okay. Hello. All right. نجي على الكلمة اللي بعدها. نحن بنقول بالعربي تلفزيون. طبعاً أعتقد بالفرنسي كمان بيقولوا تلفزيون. فمنشوف اللفظ مع هيا، اللفظ الإنجليزي.
television. Television. إذن television. طيب الكلمة البعدة كمان هي من أولى بالعربي، كلهم هدول من أولى بالعربي. هاي هي، خلينا بس أعلمها. بلاستيك. 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 ومثل ما أنتوا شايفين نحن بالعربي بنقول بلاستيك، بس نحن بالإنجليزي بنقول ب بلاستيك. أوكي بلاستيك. نجي على الكلمة البعدة كمان نحن قريبة كتير على الإنجليزي. كاميرا. كاميرا بالإنجليزي لفظ الصحيح شو هيا هيا؟ كاميرا. كاميرا مو سميرة. طيب نجي على الكلمة البعدة، أعتقد هي عملناها الدرس الماضي بس أوكي ما في مشكلة. نحن نقول بالعربي كمون، أي هي الكلمة كمون، بس اللفظ الصحيح بالإنجليزي شو يا هيا؟ human. human. أوكي هاي الكلمة اللي قبل الأخيرة، نحن بنقول بالعربي مايونيز، بس اللفظ الصحيح هو مايونيز. مايونيز قريبة شوي عليها ما؟ وأحيانا العالم بيقولوا مايو كمان. أوكي هاي اختصار مزبوط. أوكي طيب نجي على الكلمة الأخيرة، نحن بالعربي منقول شامبو. شامبو ما في عنا حرف الـ ب فمنقول شامبو، بس اللفظ الصحيح هو شامبو. شامبو مو شامبو، شامبو. أوكي إذن هون في اختلافين، هو الـ ب وفي بالأخير كمان، بالعربي نقول شامبو يعني شو فاول أو، بس بالإنجليزي اللفظ الصحيح أو شامبو. نرجع من عيدة معها يا شامبو. شامبو. أوكي أوكي نحن نجي لهون لنهاية الحلقة، بتمنى يكون هالحلقة استفدتوا منها، قدرنا نقارن كيف الكلمات نلفظهم بالعربي وكيف لفظناها بالإنجليزي بشكل صحيح. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، ولا تنسوا إنه تكتبوا بالكومنتس إنه تكتبوا كل هدول 17 كلمات بالكومنتس مشان تدربوا على كتابكم بالإنجليزي، ومنشوفكم حلقة الجاي. باي. مع السلامة. السلام عليكم. شو هذا؟